لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بكم أستاذ نبيل إلى استوديو الرافدين. استعادة الحرس الرئاسي على المناطق التي سيطرت عليها قوات الحزام الأمني بتدخل مباشر من السعودية، يعني كيف ترى وضع الحكومة الشرعية في اليمن؟ تطورت الأحداث في جنوب اليمن في مدينة عدن تحديدا، هو كان عبارة عن انقلاب مكتمل الأركان. ما حصل هو انقلاب على الشرعية اليمنية ومحاولة تكرار نفس سيناريو صنعاء. الآن لا زالت الأمور غير واضحة في المعالم، خاصة وأن هناك تقدم كبير لقوات الحزام الأمني على حساب القوات الرسمية، فضلا عن ذلك تدخل المملكة في لحظة معينة. لكن حتى الآن أنا باعتقادي أنه لا زال الوضع غامض، وخاصة عن هناك أحداث أو معلومات تؤكد أن هناك خلاف شديد بين الحكومة أو بين الرئيس هادي والتحالف العربي في هذه اللحظة. نعم، طالب رئيس الوزراء أحمد بن دغر أو أحمد عبيد بن دغر بالتحقيق في الأحداث من جهة محايدة، يعني برأيك التحقيق سيوقف تكرار المحاولة؟ أنا باعتقادي ما حدث لم يعد فعلا يمكن إيقافه، ما حدث انقلاب مكتمل الأركان. القوات التي انقلبت هي اليوم تحاصر مؤسسات الدولة ونهبت مقدرات الدولة أيضا ومعسكراتها، وتم السيطرة على بعض هذه المعسكرات، وبالتالي الحديث على أن هناك محاولة لإيقاف مثل هذا العبث أنا باعتقادي عبث في حد ذاته. الحكومة محاصرة أو شبه محاصرة ومشكولة مؤسسات الدولة تم نهبها وسلبها، بالتالي ما حدث هو انقلاب بكل ما تحمل كلمة معنى. الحكومة اليمنية نفت مغادرتها من عدن بسبب الاشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي، يعني كيف ترى موقف الحكومة من التمسك بالبقاء في عدن؟ بقاء الحكومة في عدن هو كان رهن قوات التحالف تحت حماية قوات المملكة العربية السعودية، قوات التحالف وقوات المملكة تحديدا، وبالتالي هذا لا ينفي ان الوضع او ميزان القوى على الارض اصبح في صالح الميليشيات المتمرده او ما يسمى بالحزام الامني. نعم، لما تحدثت عن موقف محايد من مواطني عدن من الصراع الجاري في عدن، هذا الموقف الشعبي لماذا نراه محايدا؟ لماذا لم يكن مناصرا للحكومه الموجوده في عدن؟ بالعكس، هناك استياء شعبي كبير تجاه ما جرى، لكن الاشكاليه تكمن ان هذه الصراعات مسلحه، وسيكون من الصعب بالنسبه للمواطنين ان يواجهوا او ان يقفوا في طرف وهم لا يحملون السلاح. نحن امام صراعات مسلحه مكتمله الاركان، وبالتالي سيصعب تقياس استياء الناس من خلال عدم مساهمتها في هذه المعارك. نعم، الاستاذ نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.